أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا الأخ غانم، وبصراحة المفروض الأخ غانم كان يكون معنا يوم الاثنين، ولكن شايفين الورم هذا خف اليوم، أسناني كان وجهي صاير 3 كيلوات، بس المهم خف الورم اليوم. وخلونا بالبداية نرحب بالأخ غانم، أهلا وسهلا فيك أخي غانم. حبيبي حبيبي جان، أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بالمتابعين الكرام، نورتوا وتشرفت بكم اليوم. أهلا وسهلا فيك أخي غانم. طبعا أخي غانم اليوم موضوعنا نبي اللحمة، فخلينا نبدأ نعرف شو معنى الرحمة، شو معنى الرحمة؟ صرعون المسلمين لنبي الرحمة ونبي الرحمة، شو هي الرحمة برأيك؟ تفضل. بداية هو لما نقول على شخص أنه شخص رحيم أو ذو خلق حسن أو قدوة أو لازم يكون صاحب أخلاق عالية، لازم يكون صاحب مبدأ، لازم يكون صاحب قضية، لازم يكون مسيطر على الغرائز اللي عنده. احنا من نطلق على محمد أنه دين الرحمة أو نبي الرحمة أو غيره وغيره. ما معنى الغزوات اللي قام بيها؟ مدة 10 سنوات هو قام ب 83 غزوة. تخيل أنت رئيس دولة يقوم بهذا العمل. ممكن نطلق عليه أنه مسالم ورحيم. تقدر تشجع لي محمد أو تنطي محمد لو كان بوقتنا هذا تنطيه جائزة نوبل للسلام؟ جواب لا. انا راح اعطيه جائزة نوبل للحمة بصراحة. أخذهم عدد لا يحصى ولا يعني فتشي، لكن اللي اتفقوا عليه الأغلبية من علماء المسلمين نفسهم والأربع مذاهب الشيعة وغير 18 يزيدية، يعني 18 سبية، يعني على مجموع اللي موجود به مجموع من بعد الهجرة إذا قسمناها راح يطلع بالسنة ياخذ سبايا 2 أشهر سبية. رجال يتزوج كل 6 أشهر مرة، ايش راح نقول عليه احنا كمجتمع عربي بالدين؟ يعني محمد له رب واحد وانت لك رب، ما هذا قدوتك اللي عايز يسوي هذا الشيء. هذا دينك وهذا دينك ابو الرحمة. اما هذولا بالضبط جماعة بالضبط. الإسلام وغيره. انا خلينا يعني نروح على اعمال محمد. يعني انا ما بعرف يعني معنى الرحمه، كلياتنا بنعرف الرحمه تكون يكون انسان عادل، يكون انسان مسالم، وحياه محمد بصراحه بتقول غير هالشيء هذا. يعني مثل ما انت ذكرت المواصفات هاي كلها تنطبق على محمد، يعني مواصفات اللحمه وليست الرحمه. غانم خلينا نروح، شو هي الأعمال اللي برأيك اللي قام بها محمد اللي بتدل على عكس الرحمة؟ تفضل. على عكس الرحمة نحن نبديها من لما كان في مكة، لما قبل ما يكون نبي. أول عمل قام به هو أنه خدع خديجة وتزوجها على مود يأخذ أمواله. تريد تقول لي أنه أنت شاب عمرك بال20 سنة تتزوج وحدة بال40 أنت تشتغل عنده؟ إيش قال عن حب؟ ولا تعرفت عليها في الجامعة؟ اثنين، الأعمال اللي قام بها هو أنه كان وردي وبريء لما كان في مكة، لكنه وقف بنصهم وقال جئتكم بالذبح، وهذا دليل كامل على أنه صحيح ونبي رحمة. الحروب اللي قام بيها، السبايا اللي أخذها، الترسانة مع الأسلحة اللي بس عند محمد، اللي كانت موجودة بس عند محمد، كانت تدل على أنه رجل صح، رجل عصابتي مو رجل رحمة. أنت إذا كنت رحيم وكنت تبحث عن السلام، الأسلحة ممكن تخليها ببيتك، ولا هي السيوف اللي كانت موجودة كان يقشر بها موز؟ صحيح بالضبط بالضبط أخي. يعني هو مثل ما بقولوا
يعني بلا شو السلاح، السلاح عشان يحارب فيه بكل تأكيد. طب غانم احكي لنا عن الغزوات اللي قام فيها، يعني بتدل على رحمته الكبيرة. ما قام به داعش هسه حاليا، اللي يقوم به داعش هو ما يجي نقطة بحر من الغزوات اللي كان يقوم بها محمد، واللي قام بها بعد محمد الخلفاء الأربعة والصحابة وغيره وغيره وغيره. يعني مثلا عندك الغزوة مال بنو قريظة، أخذ منها سبية وقتل أبوها وزوجها وقتلهم وأخذهم. و 83 غزوة هو يقوم بيها، ويسافر مئات الأميال ويعبر، هذا كان لنشر الدين، ويقول لك نشر الدين بالسلام، نشر الدين بالكلام. القرآن سحر مقابيلك وخلاه يسلم. طيب ما هذا أسلم بسحر السيف. وبعض المسلمين للأسف يقولون أنه محمد كان نبي السلام، لأنه المسلم من سلم من نفسه ودينه وماله وغيره وغيره، هذا مقال تعبان. لكن أسلم لي تسلم، هذا كلام محمد وهذا هو نهج محمد، هو أنك تستسلم لمحمد فتسلم مني. بكل تأكيد. بدي أسألك أخي غانم، يعني هلا مثلا بيقولوا غزوة بدر يعني صرعونا فيها المسلمين إنه هي دفاع عن النفس وما بعرف شو، كيف توصف لنا غزوة بدر؟ يعني أنا بالنسبة لي أنا بوصفها يعني مثل قطاع الطرق لما بيقطعوا الطريق على قافلات وهيك أشياء. يعني شو رأيك هو بالغزوة؟ بالضبط، هو صار بمحمد 13 سنة، محمد موجود بمكة، وهو لكم ديني ولي دين ومن شاء ليوم ومن شاء ليكفر ولا أعبد ما تعبدون وغير الآيات المنسوخة. بعد ما هاجر أخذ قافلة من قوافل مكة اللي هي تابعة للكفار والمشركين واللي ما اعترفوا بمحمد وقالوا عنه مجنون، أخذ قافلة يعني سرقها. هم المسلمين يعتبروها غنائم، يعني هذا منطق عجيب. جماعة قريش رادوا يجيبوها ياخذوها. هنا من اللي كان يدافع عن نفسه؟ مو الكفار والمشركين واللي ما يؤمنون واللي راح يدخلون جهنم، هم راحوا ياخذون حقهم من محمد اللي سلبهم إياه. وطلع علي والحمزة يقاتلون مثل ما صورنا الإسلام الوردي اللي احنا حفظناه واللي صرنا نتناقش فيه أيام ما كنا مسلمين، نناقش الملحدين في فيلم الرسالة للأسف. يعني بالضبط، يعني للأسف الشديد المسلمين ما بيشوفوا الإسلام غير من فيلم الرسالة، يعني والموسيقى العذبة هاي بتطلع ومحمد نور نازل وحكي فاضي إنه بيعذبوه بيلقوا عليه حجارة الترهات اللي لا يعني لا تقنع غير الأغبياء للأسف الشديد. غانم أكيد. شو رأيك نشوف زوجات محمد من السبايا؟ يعني موضوع بصراحة بس بده تعمق فيه، حتى يعني حلقة وحلقتين ثلاثة ما بتكفي. احكي لنا عن زوجات السبايا اللي تزوجوا محمد، زوجاتهم السبايا خلينا نقول. السبايا اللي أخذهم محمد كانوا ثلاثة. صفية بنت حي، هاي البنت نسبها للنبي هارون يرجع قبل موقعة خيبر اللي محمد اعتدى بها على أهل خيبر لأنه ما اعترفوا به. موقعة خيبر من أهل الكتاب يعتبر محمد، يعني المفروض يقال بالروايات اللي موجودة عند المسلمين، يقال أنها حلمت بالقمر، شافت القمر وهو بحجرها، فعلمت أنها سوف تتزوج النبي محمد، مع العلم أنه محمد هو قتل أبوها وزوجها بهذه الموقعة وأخذها سبية. نبي الرحمة، تخيل أنت تعرف شخص أو تعرف قائد، الأب أخذها نام معاها
خوش، انت راح تطلق عليه هذا اللقب. مسلمين يقولون كرمها الله بالاسلام وادخلها الجنه. طيب اوكي، هو كرمها الله بالاسلام. طيب انت خلي، تخيل اختك صار بيها هذا الموقف، راح تقول كرمها الله بالاسلام؟ الثانيه ريحانه بنت شمعون، هاي الكل يعرفه، سباها النبي من غزوه بنو قريظه، وطبعا هذا الموضوع اللي قام بيه علي، اقتحم وكسر البوابه وغيره وغيره وغيره. ايضا كرمها الله بالاسلام واصطفاها وغيره، وهذا الكلام راحت عند بعد 18 سبية، وعدد زوجات النبي ما يقارب ال 11 عليه العلماء. تخيل علماء مسلمين يختلفون على عدد زوجات النبي. والمصيبة بسموهنا علماء يعني ايش؟ على فكرة أنا ما أسميهم علماء، بس أنا لما أسميهم رجال دين أو رجال لقية محمد، لكن بسبب الحلقة، لأنهم إذا قلت علماء مسلمين فمسلم لا لا ممكن يغلط. غانم غانم خذ راحتك، نحن بالبرنامج هذا بنسميهم عرصات. لا لا عرصات يعني صحيح. عندك الثالثة اللي أخذها، جويرية بنت الحارث، هذه سباها محمد وكان عمرها 20 سنة، كانت حلوة، بغزوة بني المصطلق كانت، وهذه كانت متزوجة من ابن عمها بن صفوان. بالروايات اللي موجودة، على فكرة هي أيضا نقلت أحاديث وهذه المواضيع، بالروايات مال المسلمين انها كانت راح تتزوج شخص، فدخلت على النبي قالت له تعال، وبقتها عائشه تكرهها كانت، فدخلت على النبي قالت مثل اللي اكتب لي او هيك شيء يعني، فهو قال لها تريدين اقول لك على شغله بها خير الك؟ قالت له ايه، قال لها تعالي تزوجيني وعوفش من هذا الكلام، فقالت له يلا. تخيل القصه العظيمه هاي، من يطلع العريفي أو نبيل العوضي من ينقلها، ينقلها بطريقة وموسيقى، والمسلم يكون فخور بهذا الشيء. بصراحة المسلم مغيب يعني للأسف الشديد أخي غانم، المسلم مغيب إلى أبعد الحدود. المسلم لو يتخيل مثلا الخرضاوي هذا كبير علماء المسلمين وتفر يسموه، إنه هالشخص هذا يحطه بمخيلته ويتصوره بجامع طفلة عمرها 9 سنين، صدقني لا يترك الإسلام نهائيا بكل سرعة، يعني على أوجه السرعة مثل ما بقولوا. غانم أنت حبيت تحكي عن نظام الديني لمحمد ودوره بالفتوحات، يعني شو بتقدر تقولنا على الموضوع هذا؟ بالضبط، احنا نعرف انه القرآن اول شيء كتاب محمد، فما نعترف به كتاب آلهي او اله، او اصلا احنا ما نعترف بوجود اله خالق الكون وغيره. فمحمد وصف قومه فيما بعد الهجرة، كون هو ما له علاقة لا بدولة لا بسياسة لا بنظام، سواء كان قريب من الرأسمالية او الشيوعية ولا، محمد كون استخدم نظام قبلي، لكن اتفق على ايش؟ اتفق على انه مسلم في استراليا يصير اخو مسلم اخر في امريكا، مسلم في مكة يصير اخو مسلم في الهند. ولاحظ المسلمين ينصرون بعضهم بعض من كافة الدول. يعني مثلا عندك في بورما، هذا الرواية اللي موجودة احنا نشوفها، بورما انصروا مسلمين بورما وغيرها، العالم الإسلامي كله واقف معهم. اتفق العالم الإسلامي على أنه لا تمثل الإسلام، مع العلم أنه 80% مؤيدين لهم حسب تصويت قناة الوصال، قناة الجزيرة وقناة العربية. 80% من المجتمع العربي مؤيد لداعش، فقام على هذا الأساس، عمل هذه القبيلة الكبيرة اللي موجودة بالعالم نحو 1.5 مليار مثل ما يقولون. راح تلاحظ هذول يتأثرون لرسمة لمحمد، بس ما يتأثرون لهجمات ألمانيا فرنسا
التفجيرات اللي موجودة بالعراق سوريا وغير، ما يتأثرون لقتل الشيعة، مجازر الشيعة اللي صارت بالعراق ما يتأثرون بيها، يعتبرون انه الشيعة روافض وغير وغير، طالعين من المليار ونصف مليار ما يتأثرون. تأثروا من رسمة رسمها رسام دنماركي، المنتجات دنماركية، تأثروا من شورت مكتوب عليه كلمة يجوز الله أو محمد، هم حللوها فيما بينهم، يتأثرون بهذا الشيء، المليار ونصف مليار يقومون. تأثروا من دور المرشح الأمريكي، يتأثرون وما يقفون ضد داعش وقفة صريحة، ما يقفون ضد أي تطرف إرهابي. داعش ظهر هاليوم أو البارحة، قبل الإخوان المسلمين قبل وغير، لاحظ هي هذا النظام القبلي احنا بعدنا نتبعه. للأسف يا أخي ما بعرف يعني شو واحد يحكي بالضبط، يعني مثل ما قلت يعني مشان رسمة ولا مشان واحد مثلا مزق أوراق من القرآن تطلع على المظاهرات وبتخرب الدنيا. أنا عن قريب من خلال برنامجك أنا راح أمزق القرآن رد على التطرف الإسلامي كمسلم وليس كملحد. أنا أرجع مسلم، أمزق القرآن وأقول أنه هذا القرآن لا يمثلني وأنا من خلال أشجعك أخي، التطرف. أنا أشجعك بصراحة، أنا مزقت قبلك وبتمنى كل الناس تساوي حفلة تمزيق لهالترهات هاي. طبعا أكيد، لأنه كلام فاضي. يعني تصور أنت لما وصل محمد للمدينة، خرج هاجر من مكة، شوفوا بشنو وصف قومه بسورة التوبة الآية رقم 35: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. يعني أنت يا مسلم لا تدعي للسلام، افرض بالسيف. صحيح صحيح، متى يكون المستضعفين؟ عندما يكونوا لاجئين خاضعين، ها يقول لهم: وإن جنحوا للسلم فاجنحوا لها. في صورة يعني علمهم على النفاق، بلن. هاي سورة الأنفال. في صورة كثير معبرة لنبي اللحمة على الفيسبوك، كثير بنشوفها، قطة خانعة وذئب متوحش. يعني القطة الخانعة في مع مكة ولا؟ مكة مثل ما قلت، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والذئب المتوحش هذا أو الثعلب وات ايفر، يعني الضبع المتوحش هذا بصورة شلون، ولا تهنوا يعني على محمد، ولا تهنوا وتدعوا. عن محمد المديني آسف، ولا تدعوا للسلم أساسا وانتم معلوم. بالضبط بالضبط، يعني انت كمسلم انت لا تدعي اصلا. اصلا المسلمين ما يعرفون ما معنى الجهاد، جهاد الطلب. جهاد الطلب هذا انه هو انه انت تهدى بس بالشهر، في الاشهر الحرم، اشهر الحرام، وبعدها تقوم تقاتل، تكمل قتال، تكمل قتال، تسبي، تاخذ غنائم، تقتل، لازم تنشر الاسلام بهذه الطريقة. هذه كارثة كبرى. علماء السعودية، علماء ايران، علماء السنة، علماء الشيعة ينكرون هذا الشيء، لكن هو موجود. بدليل انه الفتوحات الاسلاميه والغزوات اللي سووها الخلفاء وبعده فيما بعد محمد لا تعد ولا تحصى. احنا كمسلمين مغيبين داخل دائره علماء الاسلام وعلماء الدين اللي موجودين، العرصات مثل ما قلت حضرتك، على انه هو بطولات. احنا لليوم نفتخر بخالد بن الوليد، نعتبر السيف الله المسلول هو قطع راس مالك بن النويره وطبخ راسه. بدي اقول لك يعني بمكة لما دخل محمد وقال جئتكم بالذبح وهالاشياء هي، برايك يعني ما بتصير تفكير المسلم، ولا يعني كلهم بيعرفوا هالكلمة هي جئتكم بالذبح، وكلهم بيعرفوا انه محمد اسمه الضحوك القتال، ما بيفكروا فيها انه برجعوا بيكرروا نبي اللحمة ونبي اللحمة الحكي الفاضي اللي بصراحة يعني ما بعرف كيف ممكن يوازنوا بين هالكلمات هاي وبين تصريحات محمد، يعني جئتكم بالذبح مثلا. تفضل. شوف
القرآن فيه الأحكام الناسخ والمنسوخ، تكلمنا بها بالحلقة السابقة، أول حلقة كان اللي معاك. الآيات الوردية اللي نزلت، عفوا، على صفحة نسخت بآيات قتال وقتال حرب. بعدها صار إحنا ناخذ الأفعال اللي قام بها محمد وعمل بها محمد، إذا كان مثلا إحنا عندنا حكم ما كان موجود بالقرآن، فإحنا إذا تابعنا سيرة النبي محمد، حياته، أعماله، أقواله، وغيره وغيره وغيره، راح تلاقي إنه كلامه كان يناقض بعض، كلامه يناقض بعض آيات القرآن. لهذا علماء السنة والشيعة اتفقوا على إنه الأحاديث والروايات تنسخ القرآن. وإذا لاحظت هذا الكلام، على صحة هذا الكلام، هو أنه أغلب الخطب اللي حاليا موجودة هي عن قصص محمد وكيف كان يتصرف وصار قدوة للمسلمين. إذا ردت وإذا وعند تحارب، مثل من أنت تريد تحارب التطرف اللي إذا أنت كنت خاضع للسلطان، يعني مثلا عندك السعودية، مجبورة العلماء اللي بداخل السعودية أنها ترضي آل سعود. فعندك روايات مكذوبة، مثلا قصة النبي مع اليهودي، قصص علي بن أبي طالب، قصص عمر، وغيره وغيره وغيره. لكن على أرض الواقع، قائد عسكري قام بغزوات، قام بذبح، سبى النساء، 18 سبي على مدار 10 سنوات، 18 تقسيم 10 يساوي 2، وهكذا. طيب برأيك غانم، برأيك يعني اليوم كلهم بيقولوا داعش لا تمثل الإسلام، ليش بيصروا على يعني أنا جاني تعليق بصراحة، وأنا سويت حلقة راح أعرضها بكرة ردود على تعليقات المسلمين، إنه أي داعش لا تشوهت صورة الإسلام، وداعش أنتو يعني في شخص عم بيقول لي أنت لو بصراحة يعني لو كان الإسلام مثل هو داعش لا أصير مثلك وأترك الإسلام حالا مباشر، يعني يصير ملحد مثلي ويترك الإسلام لو كانت داعش تمثل الإسلام أو داعش تمثل محمد. شو بتقول لهالشيك شخص؟ أول شيء، داعش لا تمثل الإسلام، هذا يتفق عليها اللي قرأوا، اللي شافوا التاريخ الإسلامي، فيلم الرسالة، اللي قرأوا الكتب اللي يرادونا نقراها، مثلا الروايات المكذوبة بدون مصادر. وثالث شيء، المسلم العاطفي، أنت تعرف العاطفة مال المسلم هي اللي تتحكم بيه، تخليه مثلا يقول، يعني شوف مثلا مجزرة تقطع رأس واحد بس يقول لك هذا تمثل الإسلام. مجزرة سبايكر مثلا اللي صارت بالشيعة، قال لك لا، إسلام، هذول لا يمثلوني. لكن تنكر بداية ظهور داعش، إنه الكل اعترف بها دولة إسلامية، أولهم علماء المسلمين من العريفي، القرضاوي، مفتي السعودية، العرعور، اعترفوا بها لولا، اعترفوا، الناس رفعت الإعلام صور على بروفايلاته بالفيسبوك. بعد ظهور الوجه الحقيقي لداعش والوجه الحقيقي للإسلام، الناس صارت تصرخ لا تمثل الإسلام، لا تمثل الإسلام. وهذه مشكلة المسلم العاطفي اللي ممكن يتحول داعش إذا خالف الدين. بالضبط بالضبط، ونحن شفنا يعني الشخص المسلم العادي اللي مثل ما بقول لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعني تنظر لحياته بتلاقيه ما له علاقة بالإسلام، وفجأة بحس حاله تاب ودخل الإسلام ومباشر بيطلع. يعني برأيك غانم، شو فكرة المسلم إنه بس بتوجه على الجهاد مباشر، بس بكون شريب خمر، بيكون سكير، على تعبيراتهم طبعا، بيكون يعني بزني بتعبيراتهم هن، وقت اللي بيتوب الى ربه ما بتجه للصلاة والاشياء هيك، بتجه مباشر الى الجهاد، يعني الى القمة، يقتل الناس. تفضل برأيك. جان، أنا بصراحة ما أعرف السر هذا الموضوع، لكن راح أحكي لك قصة. أنت تعرف أنه هنا من مدينة الموصل، وأني نازح وتعرضت لاضطهاد من قبل داعش، حكينا بالحلقة السابقة.
أنا أعرف ناس من داعش موجودين حاليا بالموصل، كانوا يشتغلون بالدعارة، يبيعون حبوب. يعني بالنسبة للأخلاق تحت الزيرو. هسه حاليا هم يعملون في الحسبة، يحاسبون الناس على أنه أنت ليش لحيتك ما طويلة، ليش لابس شورت عورة عند الرجل اللي هي الركبة وغيره. فهو هذا العجيب، هذا الشيء العجيب، انه انت لما تدخل وتقرر تتوب وتقلب، تقرر تاخذ الجنه. طيب انت تبعث يعني طبعا بنظرك تبعث انسان بريء، راح تبعثه الجهنم. طيب اعطيه فرصه هو يتوب، ممكن يكون مثلك او ممكن يبطل. انا برايي انه الاسلام هو يساعد الشيطان، طبعا بالمنظور الديني، أن الإسلام يساعد الشيطان على جهنم. يعني هو الشيطان بريء، هو الله اللي حارب الشيطان والله اللي ارتكب على الشيطان. الشيطان بالروايات الإسلامية يعني الشيطان ما يصل نقطة في بحر اللي عايسوه. بصراحة، الشيطان يعني الشيطان ملاك بريء بصراحة من طبعا أفعال إله محمد. يعني إله محمد إذا ما كان هو الشيطان بذاته، أتعجب من هو الشيطان. يعني مين بذبح طفل وعم بصرخ شوف، الله أكبر، ومين بذبح إنسان عم الله أكبر. كنا شفنا هذا الفيديو المؤلم بالحقيقة، انه الطفل يطلب، يقول له حتى اذا تقتلني اقتلني بالرصاص، يقول له لا احنا اسوأ من داعش. شوف فخور بالله اكبر. انا ما اعرف هذا الله وين كان من هذا الطفل، وما اعرف الله هذا وين كان بتفجيرات الكرادة اذا سمعت بيها اللي لا صارت في طبعا العراق قبل فترة. طبعا، ضاعت الناس، ماتت، انتهت. للأسف الشديد يا أخي غانم. عندي سؤال غانم، في كثير المسلمين هذول بوجهوا لنا اتهامات، يعني إنه نحن نبالغ في التحدث عن الدين وانتقاد الدين، ونبالغ في تضخيم خطورة الدين على المجتمع. كيف بترد على هيك اتهامات؟ إنه نحن طيب يا جماعة تفضل. طيب هو محمد ما بالغ بوصف الكفار بالقرآن. الله نفسه، هو الله كتب القرآن قال محمد بعدكم يا مسلمين. الله ما كان يشتم، ما كان يسخر، ما كان يستهزئ. إذا احنا كبشر حقنا نستهزئ ونسخر ونبالغ، لأنه احنا أصلا بعدنا ما بالغنا. احنا فقط شغلنا أنه احنا عم نكشف الورق اللي انت ما تعرف تقرأ، او خط احمر يمك لازم ما تصل يمك. يا مسلم، يا معتدل، يا داعشي موقوت لكن بعد ما ظهرت على ارض الواقع. انت تحمي داعش بهذه افعالك، انت اعترف بانه دينك حلل القتل لمن يخالفه. الاسلام قام على 5 اركان، واجبات. الواجبات هذه منها جهاد الطلب، منها حكم الردة، منها القتل المرتد، منها الرجم. انت وينك من هذه الافعال؟ انت تطبق، ممكن تصلي ممكن ما تصلي، ممكن تشرب وممكن تصوم وممكن ما تصوم، ممكن تحج وممكن ما تحج، لكن انت تعال تخيل نفسك كأنت تريد تطبق الاسلام الصحيح وابنك سرق، ابنك ارتد، راح تقتله. انت ما تمثل الاسلام، انت نفسك ما تمثل الاسلام. التمثيل اللي تمثل الإسلام هو الإرهاب. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة أرهبوا به عدو الله. إرهاب. بكل تأكيد إرهاب، وكلنا شفنا فيديو الشيخ عزام هو عم بيقول نحن إرهابيون ونفتخر، يعني وديننا دين إرهاب. يعني شفنا الفيديو وكل الناس شافته على كل حال. طيب أنا أصدقائي راح أفتح السكايب بعد شي 10 دقائق أو ربع ساعة، وبتمنى مثل العادة أسمع مداخلاتكم وتعليقاتكم. شو رأيك نروح شوية تعليقات أخي غانم؟ إذا ماشي ما حبيبي، عندك مانع نروح التعليقات شوي. في عندي تعليق من الأخ علي عبد الله، لا يكون علي عبد الله صالح، هذا وهو متخفي باسم علي عبد الله. على كل، مو الأخي جان، بس عندي سؤال خارج الحلقة. أنت أسئلتك يا أخي عبد الله دائما آسف دائما خارج الحلقة، ما بعرف إيه بدك تطرح سؤال داخل الحلقة يعني.
على كل، عم بيقول اخي جان بس عندي سؤال خارج الحلقه، ممكن تعمل غرفه على غرفه، ويا ريت عبد الله، يا ريت يا اخي علي تكتب بطريقه ما تعذبنا فيها، ارجوك ارجوك ارجوك. المهم حلقه ممكن تعمل غرفه على بلتوك لكي اقدر حط الراي ان اتواصل معكم، لن بالتوك، لانه بالتوك افضل ممكن، او لا هذا اقترح اخي جان، وتحياتي لك والى اخي غانم محمود. وسؤالي هل سوف تقسم سعودية وإيران، وكم دولة سوف تقسم سعودية، وكم دولة سوف تقسم إيران، ومتى؟ وأرجو إجابة على سؤالي وعدم تجاهل سؤالي أخي جان، وتحياتي لك أخي جان وأنت وضيفك أخي غانم محمود. طبعا ما بعرف إذا عندك أي جواب للأخ علي. طبعا اكيد، لانه طبعا اكيد انا ما عندي جواب، لانه انا لا اعبر عن قلقي مثل بان كي مون، وانا ما بالبنتاغون. فاكيد هذا الشيء، لكنه هو الاسلام يعني يتكفل بهذا الموضوع، قسم الاسلام الى طوائف، والطوائف تقسمت الى مذاهب وغير، مو منتهين. بالضبط بالضبط. خلينا نشوف إذا في أي تعليقات تانية. في الأخ محمد كالي المهم عم بيقول لو تعمل فيلم كرتون بشكل جذاب يشرح قصص زواج محمد ونزل على النت، سوف يعمل دوي ورجى بشرط أن يكتب على الفيلم مصادره الموثوقة من بخاري ومسلم، أيضا لن يستطيع مطاردة الممثلين والمنتجين. بالضبط، يعني أنا أشجع بصراحة كل شخص فنان ممكن يعمل أفلام كرتون وأشياء هيك عن حياة محمد، حتى الناس تشوف كيف كان يتصرف يعني. وأظن ما راح مثل ما قال الأخ محمد إنه ما راح حدا يقدر يلاحق الممثلين، لأنه هن شخصيات كرتونية يعني. شو رأيك بالموضوع أخي غانم؟ طبعا اكيد هذه فكره كلش حلوه، لكن ما اعرف اذا كان عندنا، احنا جماعتنا احنا الملحدين عندنا شخص يقدر يشتغل هذا الموضوع. أظن في أشخاص كثير. غانم أنت، أنا شفت لك هيك فيديو قصير عم تحكي على البيبسي، احكي لنا على التجربة هاي مع وليش فكرت تسوي هيك فيديو أصلاً يعني؟ شوف جان، طبعا هذا لعبته بطريقة كمسلم، وكأنصح انه احذر اخي المسلم ومؤامرات الغرب والماسونية وغير. جان انت تعرف عدد اللي يكتشفون المؤامرات الغربية واللي تخبيها وكالة ناسا؟ تعرف اللي يكتشفه المسلم، وانا قلت العب بهذه الطريقة، لكن بطريقة استخف بها بعقول المسلمين بحيث ينتقد نفس الفكرة. لكن الفيديو المسلم، بعض المسلمين انتقدوا الفكرة، اجوا مسلمين يدافعون عني انا، يدافعون عن وجهة نظري انه البيبسي والشعار وغير وغير. هذه الفيديوهات الى فترة يعني بعيدة راح ابقى اشتغل على هذه الفيديوهات، ممكن اي شعار اشوفه يجذب النظر راح اشتغل فيه واسوي فيديوهات، وراح ابعثها عن صفحتك اللي موجودة على الفيسبوك. بكل تأكيد، وأنا أحييك أخي غانم على هالمشروع هذا، وأنا أشجع كل أصدقائنا الملحدين إنه يعملوا مشاريع من هالنوع هذا. يعني في صديق عندي، صديق نايف كمان، أرسل لي فيديو بصراحة يعني، بس بطريقة، طبعا كل شخص له طريقة يعني، كل إنسان له طريقة بطريقة مختلفة عن طريقتك، طبعا ولكن اكيد هو هالنقد هذا للدين هذا، خلونا ننتقد الدين بشكل بكل الأشكال بكل الأشكال يعني، كل إنسان يفهم النقد بشكل معين يعني. احتمال طريقة الأخ غانم يفهمها شخص مسلم، وطريقتي أنا يفهمها شخص مسلم آخر
يعني كلياتنا لازم صحيح. نشتغل بكل الطرق وبشتى الوسائل حتى نوصل فكرة انه يا جماعة دينكم هذا الدين الإسلامي خصوصا يدمر حياتنا، يقضي علينا يعني. دام احنا كملحدين عرب احنا ندافع عن العرب اللي هي واحنا منه. طبعا احنا اكيد مهما سافرنا مهما بعدنا احنا راح نبقى عرب. الصورة اللي واصلة عن العرب هو انه مجرمين، لكن العرب مو الكل مجرم. المسلم العربي هو الممكن اللي يكون مجرم بالعربي، لانه انا متأكد انه بداخل كل مسلم موجود داعشي سواء كان سني او شيعي. بصدق يعني بصدق هي يعني لا تعتمد على قومية أو تعتمد على عرق، يعني العرب طبعا ضحايا الإسلام يعني بالنهاية. ضحايا الإسلام، ضحايا هذه البقعة النكسة اللي ظهر منه محمد. بالضبط، العرب يعني ضحايا الإسلام، وبالنسبة لي أنا طبعا أنا ماني عربي يعني، وأغلب المتكلمين باللغة العربية ليسوا عربا يعني. أنا بحترم حضرتك، إذا أنت عربي أنا بحترمك وبحترم كل شخص عربي مسالم مهما كان، يعني عربي مسالم، وما أظن في شخص مسلم حتى كان كردي ولا تركي ولا يعني يكون مسالم. شفنا أكرادنا المسلمين الأنجاز شو سووا، مثل هذا الملا وما بعرف مين وجماعة القاعدة هذول. حتى المسلمين الأتراك شفت ايش سووا بالجيش. بالضبط بالضبط يعني. يعني أنا ليش أقول لك إنه المسلم هو بداخله داعشي؟ لأنه ما تعرف متى ينطلق عليك هذا الوحش. صحيح صحيح غانم. طيب شوف تعليق آخر من عمران، عم بيقول المجزرة التي قام بها المسلمون في يهود بني قريظة هي من أكبر المجازر التاريخية، حتى داعش لم تصل لمرحلتها حتى الآن. في الأخ بيزباك عم بيقول هلو ماي هيثين بادي جود اي كاتش يو جايز. شكرا شكرا شكرا. لا حمراء عم بيقول منورين، طبعا النور بوجودك اخي عمران. اشوف اذا في اي تعليقات ثانيه وانتقل على الفيس، على اسف على لسكايب سكايب، اسف راح افتح سكايب. في الاخ دانيال عم بقول تحيه للابطال. اخي دانيال حضر حالك عشان تتصل. في الاخ اشرف الشرفي عم بيقول مشكله العرب ليس الاسلام وانما السياسه. شو رايك ب غانم، شو رايك انه مشكله العرب ليست الاسلام وانما السياسه؟ عدد العرب أغلبية مسلمة، إحنا نضطهد المسيحيين اللي موجودين عندنا. خلونا نكون واقعيين، إحنا كعرب حكامنا أغلبهم مسلمين. ممكن تجيب لي يعني إذا كانت مشكلتنا إحنا بالسياسة كان حليناها إذا كنا متقبلين البعض، لكن إحنا إذا ما تقبلنا الآخر معناها إنه إحنا إرهابيين. ومن اللي ما يتقبل الآخر؟ فقط المسلم. حتى المسيحي متقبل، المسلم اللي عايش في مصر متحمل رذالة المسلمين ورخامتهم، كذلك اللي بالعراق، جميع الأقليات اللي موجودة بالعالم العربي. يعني هذا الدليل على أنه إحنا المشكلة عندنا بالدين. إحنا ما إحنا إحنا أنت تخيل رجال دين يطلعون يكفرون العلمانيين، يكفرون الليبراليين، يكفرون الشيوعية. يا أخي خلينا نعترف أنه إحنا عندنا دين إسلامي انقرض أكل عليه الزمن وراح. محمد اخترعه من أجل أن يسبي النساء وأن ينام مع أشكم حلوة منه. غزوات وصلت لجنوب أوروبا وشمال وغيره وغيره. إحنا مشكلتنا إسلام، مشكلتنا المسلمين، مشكلتنا حتى المعتدلين، لأنه إحنا داعش تنفذ، والمسلم المعتدل يبرر، ورجل الدين يبرئ الإرهاب من الدين، يبرئ. يعني أنت تدافع عن ورق لكن ما تدافع عن حياة إنسان. مشكلة عمره ما كانت بالسياسة. للأسف أنا يعني بصراحة هو رجل الدين محرض، يعني رجل الدين تقع في رقبته كل دماء البشر، هي اللي عم يعني تموت رجال عرصات الدين هذول وعرصات
طبعا الاسلام خصوصا، يعني هذول مجرمين، هذول لا يسمون رجال، يعني اصلا ليسوا رجال، اشباه رجال، هم عرصات يعني، فقط خلوا الناس تقتل بعضها بشان، ويعودون الجنس بشان السكس، وهن متمتعين بالجنس والسكس والمال هون بهالدنيا هاي. طيب خلينا نشوف طبعا أكيد. تعليق تاني اذا في عنا. الأخ أشرف الشرفي، برأيك متى ستنتهي الأديان، أيوة أو لا؟ راح تنتهي طالما انه اكو ناس يعني بدأت تشتغل على هذا الموضوع انه تفضح الديانات، راح تنتهي اكيد. لانه احنا ما احنا لازم نعترف انه محمد ايضا بدا مجموعه قليله، بدا لوحده، بدا بعدين صاروا كم شخص وبعدها انتشروا. لا، هو اللي حارب الدين فاكيد ما راح يحارب الدين بالسلاح، احنا نحارب بالفكر وهذا ياخذ وقت اكبر. بكل تأكيد أخي غانم. طبعا بس أنا بدي أشوف في تعليقات أخرى، خصوصا الأخ علي عم بيقول، يا أخي أنت لم تفهمني، هل عندك غرفة على برنامج بالتوك عندك أو لا؟ لا ما عندي، ما عندي، ما عندي، ولا أحبزه. طيب نشوف إذا في أي، ما على كل حال الأخ دانيال نحن مستنين اتصالك ونتمنى اتصالك. أظن الأخ غانم، أخي غانم أنت معي؟ أخي غانم أنت معي؟ آسف أصدقائي، وأظن انفصل الخط مع الأخ غانم، وانا بتمنى الاخ غانم اذا عم بسمعني يرجع يتصل على نفس الطريقه، واتمنى ما يكون في اي مشكله يعني. طبعا اصدقائي يا ريت تتصلوا فينا وتغنونا الحلقه بتعليقاتكم وارائكم وكل اشياء بتحبوا تطرحوها بالموضوع. انا بس بدي يعني اليوم بدي احكي بشغله، يعني لو افترضنا انه مجتمعاتنا تحولت من مجتمعاتنا، يعني سؤال كثير بنطرح علينا، انه نفترض انه مجتمعاتنا تحولت وصارت مجتمعات علمانيه بعيده عن الدين وبعيده عن كل هالاشياء هي، يعني في شيء راح يتغير؟ انا بهالسؤال هذا بصراحه انا بحب يعني اجاوب عليه بالشكل التالي. لنفترض، خلينا نقارن بين سوريا وبريطانيا، انه بما انه الاثنين بلدي، يعني انا مواطن بريطاني واصلي سوري، يعني انا ولدان بسوريا وانا سوري. خلينا نشيل هاي بريطانيا، مثل ما احنا شايفينها دولة عظمى ودولة متحضرة، دولة قوية، دولة شعبها في رخاء كامل، وشعبنا السوري للأسف الشديد يعني شايفين أحواله، ما بيعرف غير التخبط والقتل وهالأشياء هي، وشايفين يعني ما بيعرف شيء، شعب جاهل للأسف الشديد. يعني خلينا نشيل شعب سوريا نحطه ببريطانيا، ونشيل الشعب البريطاني نحطه بسوريا، شو 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 راح نشوفه بعد مثلا 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة؟ يعني انا برايي بسوريا هذاك الوقت اذا شلنا الانجليز وحطيناهم هنيك وشلنا السوريين حطيناهم هون، اظن سوريا راح تقلب لجنه، يعني بكل معنى الكلمه ستصير جنه يعني. ونجي على بريطانيا، بريطانيا حطينا فيها السوريين هذول، شو طبع السوري؟ طبع السوري اول شيء الاغلبيه، طبعا انا عم بحكي وما عم بحكي على يعني الكل، أنا لا أعمم نهائيا بكل أحاديثي، لا أعمم، ولكن أحكي على الأغلبية. الأغلبية بده يغطي مرته، الأغلبية بده يطبق الشريعة الإسلامية، الأغلبية بده يقتل الشيعة، يقتل العلوية، يقتل الدروز. فإذا جبناهم الشعب السوري كلهم طبعا مع علويينه وسنته كلهم، فراح نشوف هون المذابح تبدأ من جديد، وخلال 3 4 سنين بتلاقي لندن صارت كلها ركام، راح تلاقي
مانشستر صارت كلها ركام وطائرات عم تقصف وناس عم تتذبح، والله أكبر والله أكبر. يعني أنا بحب يعني أجاوب على هالسؤال هذا بهالطريقة هي. يعني العلمانية يعني شيء رائع، والعلمانية تقبل الآخر. يعني نتمنى أنا بصراحة أتمنى أنه يوم من الأيام شعبنا يقدر يصل لهالمرحلة ويفهم كلمة علمانية، يفهم كلمة الآخر شو معنات الآخر، مين هو الآخر، يفهم الآخر. يعني اليوم عنا العائلة هي نواة أي مجتمع، أي مجتمع تروح فيه العائلة، ومن العائلة بتكون العائلات، بتكون المجتمع، يعني بتكون الحي، بعدين المدينة والدولة. وفي دول عشائر، في عشائر يعني مجموعة أسر بتساوي عشيرة قبيلة، بعدين تكبر بتساوي دولة. فاليوم إذا نظرنا لمجتمعاتنا، الأب هو ديكتاتور، يفرض سيطرته على كل العائلة، بيجي من بعده الأخ الكبير، هو الكل بالكل. وتم النساء يعني مغيبين نهائيا، وبتم الرجال الأقوى فيهم يحكم الآخرين، الأقوى فيهم يحكم الآخرين، وما في منطق، ما في منطق تواصل بينه غير القوة. يعني مثلا الأب بفرض شخصيته على أطفاله، على زوجته بالقوة، بالضرب، بالإهانة. فشيء طبيعي لما كل الأسر، الأغلبية الساحقة طبعا، لما تكون مجتمع، شيء طبيعي يطلع المجتمع ديكتاتوري، لا يعترف بالآخر نهائيا، مثل يجب أن يكون بالعلمانية. يعني فنحن هي نتيجته. يعني اليوم بيقولوا لك بشار هو مجرم، وأكيد بشار مجرم، ولكن هالمجرم هاد، هل إجا من أستراليا؟ هل إجا مثلا من أمريكا؟ هل إجا من المريخ؟ ولا إجا من مجرة تانية؟ هل مجرم هذا بشار إجا من الشعب السوري، تربى في 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 أحضان أم سورية يعني، وأب سوري، سوريين بكل معنى الكلمة. الحاشي حوالي بشار سوريين، ما إجوا من أفغانستان، ولا أجوا من الصين، ولا أجوا من أفريقيا، هن سوريين. ونفس الشيء يعني، نفس الشيء هو شيء شغلة يعني مثل ما بقولوا إنه بشيء مشترك بين المسلمين، شيء مشترك بين المسلمين. خلينا نشوف القذافي هل هو ليبي ولا هو سويدي؟ يعني القذافي ليبي، حاشيته كانت تحميه ليبيين. فأي شخص ليبي يجي يستلم ليبيا رح كان يفعل نفس الشيء. وهي شفنا بعد راح القذافي شو عم يسوي بعضهم الليبيين، هي راح علي عبد الله صالح مثلا شو عم يسوي بعضهم اليمنيين، صدام راح، هي العراقيين شو عم بعملوا بعضهم، وكله سبب الدين، كله سبب الدين. طيب خلونا أصدقائي، أنا بتمنى الأخ غانم يعني يكون معنا، وبتمنى يرجع يعاود الاتصال، لأنه بصراحة ما كملنا الموضوع، وموضوع متشعب. يعني نبي اللحمة، هذا نبي اللحمة بغالي علينا بصراحة. طيب خلونا نشوف شوية تعليقات، إذا في تعليقات جديدة. الأخ دانيال يا ريت تتصل، يعني كفاك دلال، تعال تعال، وأنا السكاي فتحته أصدقائي، يا ريت تتصلوا وتشاركونا حتى يجينا الأخ غانم. أظن ما في. طيب يوسف عم بقول أستاذ العزيز جان، أنت وضعت أساسا من الأساسات لتفعيل المشروع التنويري في العالم العربي. شكرا كتير أخي يوسف، أنا بتشكرك، وبالعكس أنا ما سويت شيء، أنا اللي بقلبي عم بحكي، وأنا همي هن أهلي وناسي إنه يتنوروا. حاجتنا ظلام، وحاجتنا ذبح ببعضنا يعني، ومثل ما بقولوا
يعني من حرقة القلب، من حرقة القلب عم نحكي. وللأسف الشديد بتلاقي في كتير ناس واقفين ضدنا، وطبعا اللي المستفيد انه يوقف ضدنا هن عرصات الإسلام، المشايخ مثل العرصة العريفي والعرصة الحيواني والعرصة الخرضاوي، وهالعرصات هذول هن اللي واقفين بوجه التنويرين كلهم يعني. فأنا بتشكرك، ويعني هذا واجبي أنا. طب خلينا، في عنا اتصال من الأخ جانو. أخي جانو، تحياتي حبيبي جان، كيفك؟ كيف الصحة؟ تمام، كيفك جانو؟ ماشي الحال، ماشي. كيف صار سنك؟ شكرا كثير يا خفت، يعني هي واضح شوي اخر مثل ما بقولوا كانت اكبر من هيك، يعني خفت شوي، واكيد بكره بعد بكره ما بتمشي يعني، والاسبوع القادم راح نشوف الطبيبه واكيد ينتهي الموضوع ونتفرغ لحلقاتنا مع احبائنا المسلمين. سلامتك، الف سلامة حبيبي. تسلم يا طيب. موضوع عن نبي اللحمة. عفوا؟ نبي اللحمة. ايه، ما كان شايف اللحم. عبارة عن صحراء، لما بيشوف لحم خلاص مثل الذئب، لما بيكون جوعان اسبوع شهر، فأي شيء جيله اوكي يعني، المهم انه يسد جوعه. فهذا هو بالنسبة للنبي اللحمة، يعني أي شيء، أي وصفة بتجيبها تنطبق على هذا النبي المسلمين، أي وصفة يعني، بيدوفيليا، سايكوبات، مجنون، أي شيء تجيب بينطبق يعني رأسا، ما في أي أكيد. مثل القوانين الفيزيائية بتصير بالضبط، غلط تجيب تطبقها بتصير الصحيح بالنسبة للنبي الإسلام. بالضبط، هو جانو صاير متعدد المواهب، يعني من عنا مثل بحلب بيقول منين ما تنقر برن، يعني هذا الزلمة متعدد المواهب، يعني فيه كل شيء. بس في شغلة أنا برأيي إنه ناقصة منه، إنه يكون إنسان. بالضبط، مش فقط يكون إنسان، الإنسان في كثير ناس على شكل الإنسان، بس الأخلاق وينه؟ المبادئ، القيم، هذا هو اللي بيصنع الإنسان. إذا شخص ما عنده هذه القيم خلاص، فقط المنظر الخارجي بيكون إنسان، وإلا بيكون وحش مفترس مثل ما بنشوف. بالضبط. جانو، شو رأيك اللي بسميه أشرف الخلق؟ عكس هالكلمة بتصير الصحيح، أحقر الخلق بتصير، أنجس الخلق بتصير. بالضبط، صحيح. أي شيء، مجرم الخلق بتصير، أي شيء بتجيبها بتصير ترهم، بس أشرف ما بتصير. يعني الشريف هو اللي بيكون قادر على فعل أشياء كتير، يعني كتير بيكون قادر على أشياء تكون لصالحه ولمبادئه، بس ما بيسويها مشان بيخدم المجتمع او الناس الثانيين، وصحيح للمصلحة بتاعته، بس ما بيسويها مشان مصلحة الآخرين. هذا هو الإنسان الشريف. بالضبط، هو محمد. إذا بتروح تجيب بتنهب الآخرين، بتزبي بناتهم فقط مشان أنت، مثل ما سوى بزوجة ابني زينب بنت جحش، القصة معروفة.
معروفه، يعني كيف واحد بيتخيل هالاشياء. دمر امه كامله، دمر امه كامله بشان شهوته للاسف. يعني يعني في 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 كثير في موضوع حكينا بحلقه سابقه عن موضوع اليتامى، يعني اليتامى والتبني وهالقصص هي حكينا فيها، يعني بشان شهوته زلمه يعني دمر دمر اجيال. هو بنفسه كان يتيم، بدل ما انه يجيب اشياء تخدم اليتامى جاب اشياء يدمر اليتامى. هو عقلة نقص بصراحة، يعني إله الإسلام اللي متمثل بمحمد عقلة نقص. الرجل كان مضطهد بطفولته، اضطهدوه يعني كان مشرد، فطلع كل العقد النقص فيه لما كبر واستلم سلطة طلع على البشر. والمشكلة ما هي مشكلة إنه بس استلم سلطة حينية مثلا إنه بنفس الوقت وقت ما تنتهت سلطته، لا، المشكلة كرس في خرافات تمتد لمئات السنين من بعده للأسف الشديد. طبعا يعني إذا أي علم تجيب تحللها، أي علم بالكون تجيب تحللها، هذا العلم مبني على المنطق. إذا ما بتكون فيه المنطق ما بتصير علم، ما بتقدر تسوي قوانين عليه، ما بتقدر تسوي أي شيء. فأين المنطق في 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 الأديان؟ ما والمشكلة بيقولوا الإيمان، الإيمان بشو؟ كيف أكون مؤمن بأن إنه قتل الغير مسلم صحيح أو نهبه صحيح؟ كيف يعني كيف تريدني تقنعني بهالشيء؟ كيف بتكون الإيمان هيك؟ للأسف الشديد يعني أمه مغسول دماغها، هو مغسول دماغها بقوة السيف، يعني ما هو مغسول دماغها لأنه يعني هن حابين ينخسل دماغهم، لا أبدا، بس قوة السيف يعني هي اللي خسلت دماغهم. أنا بتشكرك كثير أخي جانو ومنتظر. ما بعرف أنت رح تكون الحلقة الجاية تبع دكتور جورج وأخ ديفيد. بصراحة نحن الحلقة شوي الدكتور جورج والأخ ديفيد قسمناها لأنه بكرة الساعة 8 مثلا بتوقيت لندن راح يكون الأخ ديفيد والأخت سارة بموضوع تأثير الإسلام على حرية المرأة. ولا يهمك ولا يهمك. شكرا كثير وكل موفقية. شكرا شكرا كثير لك أخي جانو. طبعا في عنا الاخ عمران اظن، خلونا نتصل فيه لانه اتصل وكنا كان الاخ جانو على الخط. يا ريت الاخ عمران يسمعنا. على كل في تعليقات تانية. اخي عمران سمعنا؟ انا سمعانك. اتفضل اتفضل اخي عمران. يا ريت علي صوتك، تقرب الميكروفون اللي عند فمك مشان نقدر نسمعك مزبوط. سمعني يا رجال؟ سمعنك تفضل. تمام، انا كنت بدي شارك بس بفكره. اول شيء بدي اوجه تحيه لضيفك غانم، انا اول مره بشوف الحلقه. تفضل اخي. هو المشكله يعني ما بعرف الخط انقطع وما رجع اتصل، يعني بتمنى الاخ غانم اذا عم يسمعني يرجع يتصل. والاخ غانم كان معنا بحلقه قبل هالمره هاي، فبتمنى يرجع يتصل. وموضوعنا كان نبي اللحم، نبي الرحمة على أساس. تفضل. هو نبي اللحم. أنا بالضبط بالضبط. أنا بس بدي أكد علي أنه فعلا من فترة عم نتصل أنه كفروا داعش اللي مؤيدين إلى بالنهاية. صحيح. كان على إحدى قنوات، هو الشيخ عدنان العرعور تذكر بالبداية كان يكفرون لما ضربوا له قناته بحلب، كان عنده قناة بحلب، اعتقلوا الكادر تبعه وسكروا لها فكان يهاجمهم. من فترة بسيطة صار عمران أي قناة كانت لها على العرعور هذا؟ بظن قناة وصال. وصال أيوة. من فترة بسيطة رجع طلع على القناة نفسها وعم يحكي إنه هن
عني اخوتنا بالدين والى اخره واغلب اللي فيها صادقين بس قياداتهم هن الكفار هيك كان عم يحكي. يا سلام. وظلنا هلا منعون بس بالسعوديه وكان بالسعوديه علي بس. مركز الارهاب يعني. تماما. يعني من هونيك تطلع من 1400 سنه من عندهم هونيك مركز كل الوساخه. بكل تأكيد بكل تأكيد يعني شو في وساخة بتجينا هي بالسعودية وشايفين يعني الهجمات وكل هالندالات بصراحة ما بتجي غير من يعني رجعوا أكلوا الصواب من شهرين كمان أكلوا الصواب تفجير بس ما حسوا فيه. هو عمران يعني بصراحة هي تمهيدية يعني الله هلا لسه العالم مشغوله بسوريا والعراق وجاي على الطريق جاي تركيا وايران والسعوديه جايين على الطريق يعني ولا يهمك. هو ان شاء الله ما بصير شيء ولا بين اذى ولا مدني يعني. انا ما بتمنى بكل تاكيد انا ما بتمنى انه ينأذى اي شخص كان ولكن للاسف الشديد يعني شايفين نحن بوادر والاخ علي عبد الله يعني سال انه هل راح تتقسم؟ اكيد راح تتقسم ايران وراح تتقسم السعوديه وراح تتقسم تركيا ذات نفسها والحروب الاهليه جايه على الطريق الساعه مثل ما بقولوا. هي مقسمه جاهزه يعني ما انه بده يتقسم يعني رسميا خلينا نقول رسميا يعني هلا بايران بتلاقي الاحواز مثلا بتلاقي امبارح قاتلين عم يقول لي صديقي عاملين 100 شخص لانه سني صح نفس الوقت بالعراق الفلوجة بعد الداعش عدمت حوالي 200 شخص لانه شيعي مثلا. يا حيف كلها لان الناس عم تموت على خرافات بشان خرافات وبشان ترهات يعني اكلت الدهر عليها وشرب وخريها وكبها وانتهت تعجبني مصطلحاتك بالبرنامج كثير. تسلم عمران تسلم. على كل حال انا يعني مثل ما بقولوا نحن جينا لنحكي ونحن بثوره وحطينا دمنا على كفنا وما بيهمنا شيء نهائيا عمران ويعني لن نلتفت لوقوقة الصيصان نهائيا. تماما هو هذا الفكره انه شو بدك تخاف مع كل اللي صار؟ بالضبط يعني جينا لنموت ونحن مستعدين للموت وراح نفضح دين محمد القذر وراح نفضح دقن محمد الوسخه ونفرجيكم انه دقون هالكلاب هالعرصات هذول شيوخ الاسلام سموا حالهم شيوخ هن عرصات الاسلام هن مجرد عرصات لا اكثر ولا اقل ونحن جينا لا شيء وسنبقى. صدقني وحتى المسلمين في نفسهم عندهم شك يعني بيعرفوا يا ريت علي صوتك عمران يا ريت علي صوتك هيك تمام علي اكثر خلي صوتك واضح يكون هيك تمام تفضل قلت لك حتى يعني جان عم تقول لي نفضحون او هيك شيء يعني حتى هني نفسهم اللي بيعملوا بهالقصص نفسهم عندهم شك فيها نفسها صحيح ما كله بتلاقي هلا انه فتره عم نشوف انه اغلب اللي طلعوا لسوريا عم يحكوا معك على البرنامج اغلبهم طلعوا برا يعني بالضبط السوريين عم بحكي عن مجتمع انا بعرفه يعني صحيح يعني بس بدهم فرصه مو اكثر هلا ما بظن حدا بتلاقي قاعد بحلب او بادلب او بالرقه بيسترجي يحكي هيك شيء رغم انه هو يعني واثق او شبه متاكد بكل تاكيد ان ما بقدروا بيحكوا حتى اللي برا يعني حتى اللي برا طلعوا يعني صدقوني يا جماعه انا عايش بلندن يعني ما تقولوا والله انه عايش برا هذا امان عليه يعني في عنا المتوحشين بلندن هذول الجماعات الاسلاميه حدث بلا حرج يعني مستحيل اطلع من بيتي انا وما الاقي واحد بدقن مثل المكنسي حيطه قدامه ماشي يعني تمام بريطانيا فيها كثير لاجئين سياسيين من الاخوان المسلمين لا وباكستانيين معبين الدنيا يعني افغان وخصوصا يعني من شمال افريقيا بتلاقيهم يا رجل تعال فينزبري بارك وشوف الجوامع القذره اللي كان خصوصي هذا الجامع تبع ابو حمزه هذا الاعور الدجال هذا النجس يعني شيء حدث بلا حرج يعني
على كل شيء بتشكرك كثير اخي عمران، وشكر اتصالك، ويا ريت نبقى على تواصل، تصل فينا كل حلقه يعني باذن الله. شكرا لك جد. شكرا شكرا عمران. طبعا اصدقائي، مثل ما قلت انا بتمنى الاخ غانم بيرجع يتصل فينا، بس يظهر الاخ غانم صار عنده مشكله عويصه يعني، كان ولا كان اتصل. اوجه له تحيه كمان لاخي غانم. طيب خلونا نشوف اذا في اي تعليقات ثانيه جايتنا. كريم عم بقول اخي جان صوت الضيف غير واضح، رجاء انا اسف كثير اذا كان غير واضح، بس بالنسبه لي معي كان الحديث واضح، وانا بتمنى يرجع لنا الاخ غانم. الأشرف الشرفي عم بيقول أرجو تحسين الألفاظ أثناء الكلام. شكرا أشرف الشرفي، بصراحة يعني لكل مقال مقام، يعني أنا ما بقدر مثلا الخرضاوي هذا أسميه شيخ أو عالم لأنه واحد عرصة يعني، فأنا ما بقدر أسميه غير هيك. اللي 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 يعني يوعد الشباب بالسكس ما بقدر اقول عنه شريف بكل تاكيد يعني، يعني من العريفي لكل هالحيوانات هي الموجوده، هالعرصات هذول اللي يوعدوا الشباب بالسكس، راح بتجني راح يكون لك كذا حوريه، وبتجني راح يكون لك وحده تروح ووحده تجي ووحده تضرب كاس الخمر، ووحده تقول لك يا عبد الله مالنا بك نصيب، وتم 70 سنة طالع نازل فيا خبط يعني، وبدك يعني أستعمل غير ألفاظ، هاي الألفاظ اللي أنتوا بتكون إياها يعني. قرآنك قال يقول كواعب أترابة، يعني كواعب أترابة إذا بتروح على العصر صدر الإسلام بتلاقي يعني الثدي، خلينا نكون فصحويين ما نقول بز، الثدي يعني يكون قائم يعني. هدول انتم بدكم الفاظ، بدكم الفاظ، شو هي الفاظكم يعني؟ يعني محمد لما قال اعضوه هن ابيه ما استحى يقول يستعمل الفاظ جيده يعني. ابو بكر لما قال امصص بزر اللات، يعني شو بدك مني انا تكون الفاظي جيده ونبيك طالب نبيك اول شيء بالالفاظ الجيده سيد اشرف الشرفي. على كل خلونا نشوف اذا في اي اشرف الشرفي عم بيقول النبي محمد بنى امه والتاريخ يشهد له، ومن ناحيه اليتيم فقد قال الله في لسان نبيه ولا تقيم. طيب خلونا نشوف أخ عباس خليك معنا شوي. عم بيقول يلا بنكمل أشرف الشرفي بعدين. تفضل عباس. أخي وصديقي جان براو، أهلا وسهلا، بس يا ريت علي صوتك لأن الصوت ما هو مسموع للأخوة المشاهدين. جدا جدا أخي وصديقي جان براو، أنا بحييكم كلكم وبحيي كل الملحدين في جميع أنحاء العالم. حبيبي الله يخليك، وشايف العدد ماشي بشكل جميل، واعتقد انه دي ميزه جميله، لانه الاسلاميين كل يوم يفضحوا نفسهم بنفسهم، والفضيحه الكبيره اعتقد هي محمد. بالضبط محمد بالضبط، هو سيد الفضيحه، هو ست فضيحه، هو سيد الفضيحه وكارثه الامه وكارثه الاخلاق صحيح، وكارثه الغيم صحيح صحيح. عن اي قيمه يتكلموا الناس؟ عن اي قيمه؟ رجل عمره 53 عام يغتصب طفلة عمرها 6 أعوام؟ نعم نعم نعم. ورجل متزوج بامرأة ما قدر يتزوج ثاني إلا بعد ما ماتت زوجة الأولى خديجة، هي كانت تمتلك القوة والصفوة عليه، إذا هو رجل كان ضعيف لحد ما استمتلك القوة وبدأ في استيجاد الكثير. ذات أخلاق اللي بيتكلموا عنها صح، يا حيف يا حيف.
على القيم، عيب على الاقتصاد. ماذا تعلمنا من المسلمين؟ شراء العبيد. ماذا تعلمنا من المسلمين؟ احتلال المدن. ماذا تعلمنا من المسلمين؟ أخذ الثروات. عندما احتل عمر بن العاص مصر، وعمر بن الخطاب كان في عام الرمادة، أرسل خطاب إلى عمر بن العاص، كان نص الخطاب إلى كالآتي: إلى عمر بن العاص، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمر بن العاص: أنت تتلذذ بالأكل ونحن نتضور جوعا. رسل له عمر بن العاص خطاب من عمر بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لأرسلن لك غافلة أولها في المدينة وآخرها في مصر. جبت من أبوك ده، جبت من وين الفلوس دي؟ راح اشتغل بالأرض وفلح حتى جاب هالفلوس هاي مشان يبعث له إياها للنادل الثاني للأسف الشديد. معقولة؟ ده لا يمكن يوصفه في خانة الاحتلال. يعني المصطلحات لا تقدر تعبر عن هذا الاستغلال. صحيح. البشع. صحيح. صحيح للأسف الشديد. ولم تغب عن هذا الحد. بنات المصريات تم بيعهم في اليمن. اخي عباس اظن الصوت تفضل الصوت شوي صار فيه غش. احنا عيب عندنا انا قلت لك انت ما صوتي قطع شكله قطع شوي بس تفضل لو تعلي صوتك اكثر من هيك عشان يكون مسموع افضل. ترجع عندما جاء المصريين الاحرار انه نسانا يعني يخطئ ياخذ كسبايا، فيا ريت انك ترجع علينا نسواننا او نسائنا ونحن مسلمين فراج 10 اعوام. كرد عمر بن العاص نقول لا يمتلك شيء في هذا، ولكن الذي يمتلك هو عمر بن الخطاب. عندما ارسل الى عمر بن الخطاب ماذا كان رد عمر؟ سبق السيف العزل، النساء في اليمن يباعون، نساء المصريات يباعون في اليمن. عن اي اخلاق؟ عن اي خيم؟ عن أي أدب؟ عن أي رسالة يقدمها للعالم؟ أدب الألفاظ المحمدية، يعني شفنا نحن ألفاظ محمد وأصحابه. أصحابه عندما ذكر أبو بكر الصديق إلى أهل مكة قال لهم بزر اللات. امصص بزر اللات. صح. أي أخلاق؟ وليس بعيدا تبت يد أبي لهب. وانت لو وشانك هو الابتر لطفهم بعد ذلك الثاني الفصل في مره ليس من ادب ان ادرس اطفال القران واقول لهم لطفهم بعد ذلك زنيم، يعني زنيم ابن حرام. وإنما المشركون نجس، وكثير آيات يعني بسموه آيات يعني التفاهات هاي يا حيف أخلاقية. على فكرة ما يسمى بجزء عامة، الجزء الصغير باعتباره في القرآن، هو كارثة أخلاقية على مستوى كل القيم. صحيح. كارثة أخلاقية. عندما طفل صغير يدرس من هذه الكارثة أنا هنتظر منه إيه؟ هيمشي يرتكب لي عمل إجرامي طوال؟ بكل تأكيد. بكل تأكيد. أنا بشكرك أخي عباس على الاتصال الحلو هذا، ومثل ما اتفقنا يعني أتمناك بكل حلقة تكون معنا. الله يخليك. تسلم. الله يخليك على فكرة. جزء من الكلام على فكرة. أكيد هاي مصطلحات كلها تعودنا عليها وتبقى مصطلحات يعني ولا يهمنا. تمام. شكرا عباس، شكرا. طيب أصدقائي خلونا نرجع للأخ أظن أشرف الشرفي، خلينا نشوف كان عم بيقول وين التعليق، خليني أجيب التعليق أول شيء. أشرف الشرفي كان عم بيقول النبي محمد بنى أمة والتاريخ يشهد له، هاي بكل تأكيد يعني بنى أمة والتاريخ يشهد، وهي شايفين أمة المليار ونص وتقدر تسموها يعني. ومن ناحية اليتيم فقد قال الله في لسان نبيه: ولا تقربوا مال اليتيم.
وقال ما وأما اليتيمة فلا تقهر. يا السلام، شو رأيك أنا أقول يعني وأما المسلمين فلا تقهر يعني، واجي كنهار مثل ما عم بعمل حاليا. هلا نازل بالاسلام، انا ماني نازل بالمسلمين، يعني المسلمين اهلنا بالنهايه. يعني تقول قول، طبعا مثل ما قال رشيد تبع سؤال جريء، كل الناس تعرفه، يعني الاسلام مثل سوبر ماركت كبير، تدخل بتنقي الغرض اللي على كيفك وتطلع. يعني صحيح القرآن تبعك قال أما اليتيمة فلا تقهر، ولا ما بعرف هالحكي الفاضي هذا، ولكن في الواقع اللي شفناه، محمد حرم التبني. لا مين يعني غير اليتامى، مين بيكون مشرد؟ يعني محمد بر يعني حرم التبني من أجل شهوته، ونط على مرت ابنه. هاي الأخلاق اللي عم تدعي فيها، ويتم مثل ما بقولوا مئات الآلاف وملايين الناس حرم من نعمة التبني، اللي هي أصلا يعني أخلاق إنسانية. يعني ما في حيوان بتبنى حيوان إلا النادر يعني، بس الأخلاق الإنسانية موجودة بكل المجتمعات ما عدا المجتمع الإسلامي، لأنه محمد ما عنده أخلاق، ومحمد هو اللي حرم هالشغل النبيلة هي، إنه تتبنى الطفل يتيم للأسف الشديد. طب أصدقائي، بصراحة أنا يظهر الأخ غانم ما رح يعني يقدر يتواصل معنا، ويظهر إنه انقطع الخط معه، في مشكلة دائمة معه. فعلى كل حال أنا بتشكركم كثير على المتابعة أصدقائي، وانتظرونا بالحلقة القادمة، راح تكون بعد ساعة ونص تقريبا من الآن، على الساعة 8 بالضبط بتاريخ بتوقيت لندن، الساعة 9 بتوقيت القاهرة. أنا بتمنى تكونوا معنا بعد ساعة ونص من هلا، مع اللقاء الثاني مع الأخ سعيد بن جبلي، وهالمرة أكيد الصوت جيد. يعني جربنا الاتصال، ويعني أنا متشوق بصراحة لأسمع قصة الأخ سعيد وأفكار الأخ سعيد. وبشكركم كثير أصدقائي، وأشوفكم بعد ساعة ونص من هلأ في حلقة تانية من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.